بخير وعلى خير، انتم كتشوفوا هذا الفيديو ويلقاكم فيديو احسن الاحوال ان شاء الله. كنت خبرت لكم واحد المده على حساب ان التليفون ديالي كنخسر، ودابا ان شاء الله كتاب اننا صوبته غادي نرجع نشارك معكم اي حاجه اللي في هذه المده اللي قلتها لكم غادي نشارك معكم ان شاء الله. جيت نشارك معكم ماسك اللي من اروع الماسكات اللي جربت واللي كنجرب دائما، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم مادام انني لقيت عليه واحد النتيجه اللي زوينه اللي بثلاثه المكونات ومتواجد في اي منزل. نبداو على بركه الله. المكونات عندنا هنا الحليب او غبره، عندنا هنا الروز، غادي بعدا غادي نسلقو في الماء، غادي ناخذ غير الماء ديالو نسلقو ونصغ وناخذ الماء ديالو. هنا عندنا النشا، هنا الكاس ديال الماء. قبل ما غنبدا نحضر معكم في الماسك غادي نهضر لكم على ثلاثه المكونات والفوائد ديالو. اول حاجه كيفتحوا لون البشره وكيعطوها واحد اللمعان، كيحيدوا الهالات السوداء من تحت من العين، كيعطوا واحد الاطلاله واحد النضاره واحد اللمعان، وكيحيدوا جميع الخلايا الميته. اول حاجه غادي ناخذ الروز وغادي نديرو في كاسرونه، غادي نخليه حتى يغلى وغادي نرجع معكم. بعد ما سلقنا الروز وصفيناه وخدينا الماء ديالو غنستناو واحد شويه بالماء بلا. اول حاجه غادي ناخذ زلافه، من بعدها غادي نضيف عليها الحليب نيضة، على حساب شحال من واحد غيدير معاك، يعني واش جوج ولا ثلاثة ولا غير. غادي ناخدو النشا، كمية قليلة حيت أنا كنلعب بوحدي. كناخدو الما ديال الروز، كتخلوها تقريبا شي 10 دقائق من بعدها كتغسلوها بالماء بارد. بعد ما طبقتو على وجهي خليتو تقريبا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، مكنتش تفوتيها في اي ماسك. لحد ما طبق الوجهي خليتو تقريبا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، هذه في اي ماسك المدة ديالو كتبقى من 10 دقائق حتى 15 دقيقة. من بعد غسلت الوجه بالماء بارد. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، فعلوا جرس باش يوصلكم اي جديد.